توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم معتدلا في الصباح الباكر، حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على الأنحاء كافة. قرر مجلس أمناء الحوار الوطني تأجيل انعقاد جلسات المحور السياسي المقرر عقدها اليوم على أن تعقد ذات الجلسات كما هي بجميع حاضريها والمتحدثين فيها والمدعوين لها يوم الأحد المقبل. وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطني أنه نتيجة للظروف المناخية خلال اليومين السابقين، فإن مقر انعقاد جلسات الحوار بمركز مؤتمرات مدينة نصر قد تعرض لأضرار كبيرة مما أثر على كفاءاته وإمدادات الكهرباء والتكييف به، وقد جرى ولا يزال إصلاح كل هذا لتهيئة المكان لانعقاد الجلسات، إلا أن الأمر يحتاج إلى يومين آخرين لإعادة المقر لكفاءاته الطبيعية. قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بإجراء اتصال هاتفي بوزير الدفاع الإسرائيلي لبحث ملابسات حادث الأمس وتقديم واجب العزاء في ضحايا الحادث من الجانبين والتنسيق المشترك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً. كشف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جامعتي القاهرة وعين شمس بإعداد خطة لتطوير الرؤية البصرية للطريق الدائري بعد الانتهاء من أعمال الإزالات والتوسعات التي تمت بالطريق، مؤكدا أن الفريق وضع تصورا حضاريا لتطوير الصورة البصرية للطريق الدائري باتجاه المتحف المصري الكبير، وذلك في ضوء التجهيز لافتتاحه. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء تسليم خطابات الندب للمراقبين والملاحظين المشاركين في امتحانات شهادة الثانوية العامة غدا، على أن يتم فتح باب قبول اعتذارات المعلمين عن المشاركة في أعمال الامتحانات بعد تسليمهم لخطابات الندب في المقر المخصصة التي ستعلنها كل مديرية تعليمية خلال الفترة من 6 يونيو وحتى 8 يونيو الجاري. أعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان لها عن هبوط طائرة في مطار أسوان محملة بعشرة أطنان مترية من المساعدات الطبية المنقذة للحياة المقدمة من منظمة الصحة العالمية لدعم جمهورية مصر العربية في استجاباتها للاحتياجات الصحية العاجلة للنازحين من السودان إلى مصر جراء أزمة العنف المتصاعدة في السودان. أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق حملة تنشيطية خدمية وتوعوية مجانية موسعة للصحة النفسية للمرأة ب 22 محافظة تحت شعار نفسيتك أولاً، وذلك خلال 3 أشهر.